أين خلافتكم أيها المسلمون؟ نعم، وأبشر جميع إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن خلافة إسلامية ستكون في آخر الزمان. ومن يدري لعل هذه الأحداث وما سيتلوها من أحداث تكون مقدمة للخلافة الإسلامية. نعم. تماما. لأن الخلافة ستقام رغم أن في أمريكا ورغم أن في أوروبا ورغم أن في العلمانيين ستقوم هذه الخلافة. هذا وعد ربنا الذي لا تخلف ولا تغير، وهذا وعد نبينا. بل أنا أقول لكم يا شباب الأمة أبشروا، فورب الكعبة ستقام الملحمة وسترفع راية الجهاد على أرض القدس، بل وستنزل الخلافة الراشدة الأرض المقدسة. ثم ملك جبري. ما معنى الجبري؟ الملك العظ هو الذي يعض على الكرسي فقط، أما الجبري الذي يجبر الناس على أن يخضعوا له، هي أشد من العظ. حال قذافي إما أنا وإما أن أحرق، مبارك إما أنا وإما الفوضى، بن علي إما أنا وإما، عبد الله صالح إما أنا وإما. ما كانش الملك الجبري أن يكون سعينا الآن موافق لهذا الخبر القدري الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أننا نريد أن ننتقل من زمان الملك الجبري إلى زمان الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة. وإن كل زمان يضيع منا الآن يكون إعطاء مدة زمنية لإمداد هذا الملك الجبري، فإما أن نمد في هذه المدة ونطيلها، وإما أن نعجل بها ونتكلم عن الإسلام ونتكلم عن حكم الله تبارك وتعالى وشرعه، ولكن القوم لا يريدون هذه النبرة. أن الأمر مسلم قاطع، بل وهو بإجماع، بإجماع علماء المسلمين، إجماع، والإجماع حجة، لأنه لا تتفق أمتي على ضلالة، الإجماع حجة. لذلك مثلا هناك إجماع في الفقه على إجماع على فريضة نصب خليفة المسلمين وسلطان للمسلمين يقيم أحكام الإسلام. إجماع واحدة لا يجوز أن تتمزق ولا يجوز أن تتبعر، بل إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانية منهما، وفي رواية فاقتلوا الآخر منهما، بمعنى أن الأصل في المسلمين أن لهم حاكم واحد يحكم، فإذا نازعه ثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الثاني حسما للفتنة. وانظروا اليوم إلى عالم الإسلام، انظر الآن إلى العالم الإسلامي، كم من دولة وكم من رئيس وكم من ملك وكم من أمير، والأصل أنهم لو كانوا فعلا يحبون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أجمعوا على تمزيق هذه الحدود وهذه السدود، واختاروا حاكما واحدا يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدعوكم إلى هذه الفكرة، أن نعلن هذا الاسم الوحدويون الإسلاميون تحت راية الخلافة الإسلامية. الخلافة أعني بها الخلافة الراشدة. لكنهم قالوا نريد فصلا للدين عن السياسة، الدين دين والسياسة سياسة، وهم في ذلك أيضا مخطئون، لأن السياسة إذا كانت تعني إدارة البلاد والعباد فإن القرآن جاء خصيصا لإدارة البلاد والعباد ليسوقهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى.